في أحسن الأحوال، ثماني عشرة ساعة تبقى بيوت أهالي محافظة النجف بلا كهرباء، وحتى الساعات القليلة التي تزور بها الكهرباء الأهالي، فإنها تكون بقوة لا تكفي لتشغيل الأدوات اللازمة لتخفيف لهيب الصيف الحارق، وعلى النجف قس بقية المحافظات في ظل أزمة الطاقة الحادة التي كان لها دور في اشتعال المظاهرات الشعبية. نعاني ما نعانيه المواطن العراقي حاليا في هذه الظروف وخاصه في ارتفاع درجات الحراره. المواطن العراقي حاليا يعني في في حال يرثى لها، كل المواطن العراقي الا فقط المسؤولين، المسؤولين حاليا في محافظه النجف الاشرف وفي كل العراق ما يعانون لان ينزل من سياره تبريد يصعد بسياره تبريد البيت مبرد وكذا، ما يعاني مثل ما يعاني المواطن. وحدهم السياسيون لم يعرفوا من هذه المعاناة إلا اسمها وطالما لم يكتوا بنيرانها فلا عجب أن ترى كابلات الكهرباء على هذه الحال من الرداءة والقدم على الرغم من أن النفقات المسجلة ورقيا على مصاريف الطاقة في الوزارة تجاوزت خمسين مليار دولار منذ الغزو الأمريكي دون جدوى المخزي بالشارع, بالشارع اليوم العراقي صرفنا 52 مليار دولار تبني تبني الاردن ومحافظه ثانيه على انتاج طاقه الكهربائيه. اتضح الان بالشعب العراقي بان الكهرباء نستوردها من الدول من دول الجوار. ولعل افتعال ازمه الكهرباء من قبل الحكومه كما يقول مواطنون ومسؤولون في النجف راجع الى رغبه الدول الاقليميه المتحكمه بقرار العراق بابقائه معتمدا على استيراد الطاقه وبالتالي عجزه عن بناء المشاريع الزراعيه والصناعيه. ولكن الاراده السياسيه المرتبطه بالجوار الاقليمي التي تريد من العراق ان يبقى دوله مستهلكه ان عمليه وجود الكهرباء بالعراق يعني وجود زراعه وصناعه وهذا يغنينا عن احتياجاتنا واستيراداتنا من الدول الخارج. فساد وعجز حكومي او افتعال مقصود لازمه الكهرباء او كلا الامرين معا لا فرق فالنتيجه المره التي يعاني منها العراقيون واحده وان تعددت اسبابها